قبيلة كيف الحال؟ كبسة مرحبا. فيك تحكيني وتفهمني ليه الرجل ما بيحب البنت القوية يلي قد حالها؟ لا كتير مبين وين رايحين. البنت يلي عندها مبدأ وأساس حياتها هو المنطق والعقل والدين يلي بيحكي فيها عقلها وثقافتها. ليه بيهابوا البنت يلي صوتها بالحق عالي؟ يا خوفي مو بس بالحق، يلي بتعرف تقول لا للاستعباد والاستغلال. خير الله مجالك. ليه بيعتبروا هالشي بيلغي الرجولة؟ من متى قوة شخصية البنت معناها إلغاء الرجولة وشخصية شريكها؟ أنت متجوزة؟ أوكي. أو شريك شي تاني. 2019 عادي. لا مش عادي. وإذا ما كانت هيك بالدنيا كيف فيها تعلم ابنها القوة؟ عندك ابن وتقدر تواجه شراسة الناس. وانتبه انتبه انتبه، أنا ما عم بحكي عن البنت المسترجلة، كفو، بحكي عن قوة الشخصية. ليه صارت مصدر خوف للشاب؟ كيف فيني ابقى فارضة شخصيتي بحقوقي وما حدا يظلمني؟ وين وين في حرب انكم؟ وبنفس الوقت ما اخسر شريكي وابو ابني. قرار صعب. بيتي رح ينخرب. I wonder why. لاني بقول للغلط لا، يا بقبل بالظلم يا بخسر عيلتي ويا بيتشتت ابني. علمونا بالزمانات نقول الحقيقة حتى لو على قص رقابنا، ونسوا يعلمونا انه طريقة قول الحقيقة اهم مما يقال، او اتليست في معظم الحالات. علمونا نناقش بكل شيء، نتحدث باي شيء، نبدي راينا، او في العديد من المواقف نفرض راينا. طلب هذا الراي ام لا؟ ونسينا انه الوقت هو اهم عنصر في الحياه، والتوقيت هو اللعبه كلها. اختيار ما نقول وكيف نقول ومتى نقول هم اساسات اللعبه. مو كل وقت بيصلح لقول اي شيء كيف ما كان. الهدف هو الاصلاح مش مين الصح. قالوا لها كوني قوية ونسوا يعرفوها ما معنى القوة، ماهيتها، اسلوبها، طريقة استخدام. كلمة الحق سلاح اكيد، والسلاح بايد الجاهل مصيبة. جاهل الاستخدام، جاهل الطريقة، جاهل الطريق. علمونا انت الصح يا بابا، ونسوا انه في 1000 طريق لقمة الجبل، في 1000 طريق لذكر الله، في 1000 طريق للصح، وكمان في 1000 طريق للغلط. علمونا ما نخسر، ونسوا انه من اساسات الانتصار خسارة بعض المعارك، ومن اساسيات النجاح الفشل في بعض الامور، والمحاولة مرارا وتكرارا للفوز بهالعيلة، والوصول بها في نهاية المطاف لبر الامان، او اللي بتعتقدي انه بر الامان. انا الصح يا بابا، اللي بنعتقد انه الصحيح، اللي بيناسبنا نحن. الزواج شراكة، واذا كان الشريك لا يؤمن بالشراكة ما راح نلوم لاختيار الخطأ. خلص شريكنا بفضل انه يوصل لما يريد بواحد من الاف الطرق، ومصمم انه هذا هو الطريق الوحيد لبر الامان، للهدف اللي هو شايف. فبما انه حطينا بهكذا موقف، وجب علينا مساعدة القبطان، قائد السفينة، قائد المركبة، في تسيير دفة الامور باسلس الطرق واقل الخسائر لايصال هذه الامان اللي اسمها ابنك. بكرة أحلى.